ينضم معنا من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أبدأ معك دكتور أحمد من القاهرة، لماذا جاءت اللحظة الفاصلة الآن حسب وصف مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي؟ نعم أستاذ محمد، تحياتي لك ولضيفك الكريم. أنا في اعتقادي أن الاتحاد الأوروبي قد اتبع سياسة الجزرة مع أوروبا، مع تركيا، وأعطاها الفرصة تلو الفرصة رغم أنها اتبعت سياسة حفة الهوية في السابق وسياسة الإفزازات، وحاول الاتحاد الأوروبي أن يمنحها الفرصة لكي تراجع سياساتها وتتوقف عن استفزازاتها، لكن السياسة التركية اتضح أنها كانت تقوم ما يسمى بالتراجع التكتيكي خشية من فرض العقوبات، سوى تسحب السفن ثم تقوم مرة أخرى، وبالتالي بدا اليوم للاتحاد الأوروبي أن تركيا لا يمكن أن ينفع معها السياسة السابقة، وأنه لابد من لحظة الحسم ولحظة الفصل واتباع سياسة العصا الغليظة التي تجبر وستدفع تركيا لوقف هذه الاستفزازات، خاصة أن تركيا وخبرة أردوغان لا يأتي إلا بالتراجع وبالقوة الضاغطة، أما سياسة المهادنة ربما تدفع تركيا دائما إلى المضي قدما في هذه الاستفزازات. ولذلك أتوقع أن هذه القمة الأوروبية هذه المرة لن تكون كسابقتها، في ظل الخطاب السياسي الصادر عن كل أطراف الجانب الأوروبي، فإن تخيير أنقرة ما بين إما الاستقامة والعودة والالتزام بالقانون الدولي، وإما سياسة العصا وفرض العقوبات. نعم. التي لن تستطيع تركيا أن تتحملها. نعم، لكن موضوع الانسحاب ثم العودة، المد والجزر في هذه العلاقات بين الطرفين، تذكرني أيضا بما يحدث للحوثيين جنوبا في المملكة العربية السعودية، وعن سماح الحوثيين المبدئي للبعثة الأممية لتفتيش صافر قبيل جلسة مجلس الأمن، ثم مرت بسلام ولها الآن 4 أشهر دون تحرك فعلي على أرض الواقع. أعود لأسأل عن الحالة الأساسية فيما يتعلق بتركيا، لماذا تعتقد أن الانسحاب ثم العودة مجددا للتنقيب هي تكتيك غير مجدي أمام الاتحاد الأوروبي وهو ناجح في قضايا أخرى حول العالم؟ نعم أستاذ محمد، أنا في اعتقادي أن تركيا أردوغان كانت تتبع منذ البداية سياسة حافة الهوية، كانت تستخدم أوراق للضغط على الجانب الأوروبي، أولا ورقة المهاجرين طارة لابتزاز الجانب الأوروبي، طارة تستخدم وتلوح بالتصعيد العسكري والتدريبات العسكرية، طارة تلوح بعضويتها في حلف الأطلنطي، تستخدم الورقة الروسية أيضا طارة في ابتزاز الأوروبيين والأمريكيين، لكن حقيقة أصبحت تركيا العضو في حلف الأطلنطي وأصبحت عبئا على الحلف الأطلسي، أصبحت هناك تقارب في الرؤى حتى في المواقف بين الإدارة الأمريكية وبين الاتحاد الأوروبي، حتى الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي لم تعد بنفس الانقسامات التي كانت تركيا تحاول أن تستغلها كثغرات في الاستمرار في سياساتها، بمعنى أن كانت ألمانيا تحاول الارتكان إلى الوساطة، كانت فرنسا تتخذ موقف متشددا، الآن وجدنا كل الأوروبيين متحدون في التضامن مع قبرص مع اليونان في اتخاذ سياسات رادعة لتركيا أردوغان، أيضا وزير الخارجية الأمريكي بومبيو في اجتماع الأخير مع حلف الأطلنطي أدان بشدة السياسة التركية التي أصبحت استفزازية وتمثل عبئا كبيرا. واضح واضح، حدثت شروخات داخل الحلف، ومن ثم هنا الاتحاد الأوروبي يحاول أن يميز على الأقل ما بين تركيا الحليف التقليدي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو ترك روسيا، وبين تركيا أردوغان، تركيا أردوغان التي حولت العلاقة إلى علاقة من التوتر، أصبحت عبئا، أصبحت مصدر التوتر. نعم، وضحت الإجابة دكتور أحمد.